نقطتين، الميزانية عندنا تسمح باللي كل اللي بنتكلم فيه دلوقتي، ولا هو مجرد شغل يعني حاجة كده ترميم أو حاجة مؤقتة ونرجع نفتح ونبتدي من أول وجديد؟ النقطة الثانية، الكباري أنا مش هقدر يعني أدي يعني التفاصيل متعلقة بكل كوبري من 7000، لكن في كباري شهيرة كده زي كوبري السيدة عائشة. أنا هدي رسالتك. لك عليه كوبري الموت، ما حدش جه ناحيته لغاية دلوقتي. يعني هنقول كوبري مرغم في اسكندرية. طيب. كوبري مرغم في قطاع قديم، احنا هديناه وعملنا تدعيم لاساساته وطلعنا بالكوبري، هيخلص على شهر 2. كوبري العمريه اللي داخل بنط اسكندريه هيلاقي ان انا عملت كوبري جديد ورفعت كفاءه الكوبري القديم بقى يشيل ال 100 طن بتاعتي. لو تلاحظي انا بقول كباري شهيره على اساس الناس تطمن ان انا دخلت على كوبري ابو الخير، استعوضته وعملت مكانه كوبريين تاني. عملنا رفع كفاءة لعشر كباري تحت اللي هو كباري السطحية. فبالتالي أنا داخل على محاور النقل الرئيسية زي طريق مصر اسكندرية الزراعي. طريق مصر اسكندرية الزراعي كوبري التوفيقية أنا عملت له ازدواج ورفعت برفع كفاءة الكوبري القديم، والحمد لله على شهر 4 اللي جاي هيبقى خلصان. يبقى انا كده شغال على محاور النقل الرئيسيه، وبطمن حضرتك والساده المشاهدين ان الحمد لله في مبالغ ما بتصرفش هباء. طيب. لا، فلوس الناس الحمد لله او فلوس الدوله بتتعامل لصالح الدوله بما يعاجل التنميه. في النقطه دي يا سياده اللواء، علشان الفلوس ما نرميهاش في الارض، وطرق جديدة وكباري جديدة، لكن الأحمال التقيلة بقى العربيات النقل اللي بيتم السماح ليها يعني بحمولات زايدة مقابل رسوم تدفعها وتيجي الحصيلة لوزارة النقل، لكن يعني فلوس بتيجي كرسوم لكن ما توزيش أخرى كمان، لكن النقل هو النقل اللي سامح، انتوا بتسمحوا بده والتكلفة عالية. عدلنا القانون وهو حاليا في الدراسة في مجلس النواب، ان الاحمال لا تتجاوز ال 20% وتفرغ العربيه اللي حمولتها تزيد عن 20%، وده تدريجي لمنع دخول الاوزان الزياده بعد كده. تمام، شكرا جزيلا سياده اللواء عادل ترك رئيس الهيئه العامه للطرق والكباري. ملف طبعا كبير وفي تفاصيل مهمه يمكن نفتحها كده بالتفصيل في حلقه جايه ان شاء الله.